السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر للجميع مسبقا، فيديو اليوم خاص لشخص معين بذاته اللي مسمي نفسه هملي أو حاجة زي كذا، هملي whatever اسمه. فيديو نزلته في البداية وذكرت أنه تم الإعلان عن فتح السياحة إلى الفلبين للدول من القائمة الخضراء، فنزل بيقول لي أنه أكثر من شخص بصراحة نزلوا بيقول لي خبر غير صحيح، فرديت بفيديو ثاني رديت بفيديو ثاني بذكر فيه انه هذا الخبر نازل من السفارة الفلبيني بالرياض وكذا 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 ومجموعة اشياء. فدخل علي احد الاخوان، ولكن وكان النقاش عادي يعني بالنسبة لي، انت ما سمعت انا سمعت هذا كذا، وبالنسبة لي لا سمعنا ما سمعنا، يعني كان موضوع النقاش عادي. ولكن هذا الشخص بالذات اللي اسمه هملي منزل داخل بيقول لي أنت نصاب وأعد قراءة الخبر وهات خبر موثوق وكذا. طيب أنا على عيني وعلى راسي متقبل النقاش، الآن طارح الموضوع لكم جميعا أنه حجب لكم في تكملة الفيديو الخبر من الإمارات ومن الفلبين من الدي اف اي اللي هو ديبارتمنت اوف فورين افير اللي هو وزاره الخارجيه الفلبينيه، حاطين فيه واحد الطلبات والاشياء هذه الاشياء المطلوبه للناس فلبينيين اذا كانوا فاكسينيتد اللي هو ماخذين محصنين ضد كورونا او لا، اذا كانوا محصنين حيكون التصرف معهم 1 2 3، حيكون في حجر صحي ما في حجر صحي، اذا كان غير فلبينيين وجايين على الفلبين ومحصنين ضد كورونا ماخذين جرعات كاملة، في الحالة هذه حيكون التصرف معهم 1 2 3، اللي هو على سبيل المثال انه يكون معاه فحص بي سي ار اللي هو فحص او مسحة كورونا. ثاني اللي هو غير محصن او لديه جرعة واحدة من الفاكسين او التطعيم كورونا، اجنبي وغير اجنبي وايش وضعه. وبعد كده دخلنا في قائمة الخضراء وقائمة الصفراء، الخضراء اللي هي الناس اللي لهم تعامل معلش الأخ هذا منرفزني من أمس حابب أرد عليه ولكن حبيت أن أرد بمعلومات موثوقة كما يقول. قائمة الخضراء هذه الناس اللي في الدول اللي فيها نسبة عدد ناس أو نسبة الناس اللي أخذوا جرعات الكورونا عالية حطوا أضافهم في القائمة الخضراء. ومثل ما ذكرت في الفيديو السابق أنه السعودية، الإمارات، إندونيسيا، اليابان ومجموعة دول تضم في القائمة. حاضيف اليوم حاضيف لكم القائمة كاملة في تكملة الفيديو. فالآن أطلب من الجميع أعطوني رأيكم فضلا لا أمرا، إذا أنا غلطت في حاجة أو نصاب زي ما بيقول قولوا لي أنت نصاب، أنت سويت الشيء الفلاني غلط، أنت نصبت علينا وأخذت فلوسنا وسويت علينا وضحكت علينا، أنا مجرد نقلت الخبر من التلفزيون الفلبيني من الأخبار اللي موجودة، حابب أفرح أخواني وأخواتي اللي حابين يجوا الفلبين. يعني في ناس لهم سنتين حابين يجوا، بالنسبة اللي يقول لي لا الخبر هذا يخص الفلبينيين، لا يا أخواني الفلبينيين رايحين جايين من زمان، يعني زوجتي جات من غير الخبر هذا، جات في سبتمبر قعدت معنا شهر ونص تقريبا ورجعت، يعني المطار مفتوح وشغال وما في أي حاجة. فمو ما ضروري أنه ينزلوا خبر جديد للفلبينيين، الخبر هذا يهم غير الفلبينيين اللي مو متزوجين من الفلبين اللي جاي حابين يجوا سياحة. نكمل الفيديو، صوروا الشاشة أو وقفوها. هذه القائمة الخضراء fully vaccinated if you are Filipino if you are not foreign national، وشوفوا هذا الصادر من وزارة الداخلية، وهذه الإجراءات للقائمة الصفراء ونفس الشيء من وزارة الداخلية DFA زي ما شايفين تحت إيش الإجراءات اللي حتتم هنا. الدول القائمة الحمراء إيش اللي حيصير معاهم، وممكن صوروا الشاشة وعندك الQR كود شوف ممكن تتابع فيه. وهنا لدينا اليوم قائمة بالدول اللي في القائمة الخضراء اللي هي مسموح لهم الدخول as of November 2021. الآن هذه مصادري
وهذه أموري وهذه أخباري جاية من، إذا شايفين تحت مكتوب dfa.gov.philippine، هذه وزارة الداخلية الفلبينية، وهذا إعلان سفارة الإمارات في مانيلا أعلنت هذه، صوروها. وهذه هنا الخطاب الميمو أو التعميم اللي نزل، هذه الصفحة الأولى نفس الشيء، وقفوها صوروها وشوفوها. هذه الصفحة الثانية من الخطاب تبعهم، انتر ايجنسي تاسك فورس اللي هو وحدة متعددة المهام اللي هو الجماعات كلها، وزارة الداخلية وزارة التجارة وزارة كله وزارة الصحة، هذه اللي هو انتر ايجنسي، كل الوحدات متعاونين وموقعين عليها، وهذا الإدارة حقتهم كاملة. وهذه آخر صفحة سيرتيفيكيت، فاللي حابب يقراها ويشوف الأخبار موثوقة أهلا وسهلا. أما اللي حابب يسوي مثل صاحبنا هذا، أنت نصاب. أنا